أهلا بكم من وطن مشاهدينا، معكم نشرة الأخبار لهذا اليوم والبداية بعناوينها. مع الانتظار لقرار المحكمة الاتحادية، القوى السياسية ترجح تمرير نتائج الانتخابات لإنهاء أزمة الانسداد السياسي. مع استمرار الحوارات، اتفاق بين تحالفي تقدم والعزم لتوحيد المطالب والفريق المحاور وانقسام الكردي على رئاسة الجمهورية. مع اقتراب نهاية عمر الحكومة الحالية، البنك المركزي يوصي بعدم خفض سعر الدولار ويحذر من تداعيات خطيرة. مع تلقي الحلول، العراق يدخل في عمق أزمة المياه، والفلاحون يعيشون ظروفا صعبة وصراعا على المياه. وهذه تفصيلات النشرة. إذ أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي أن قوى الإطار التنسيقي تنتظر قرار المحكمة الاتحادية لحسم مسألة تزوير الانتخابات. وقد أضاف البياتي أنه يستبعد إصدار قرار يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات، رغم أن خطورة الأدلة المقدمة وكثرة الشكاوى ضد المفوضية ونتائج الانتخابات. وقد أضاف البياتي أن حراك القوى السياسية الكردية والسنية ما زال بانتظار حسم القرار في البيت الشيعي. هذا وقالت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني إن التوافق السياسي بين الكتل المختلفة أمر مهم للمصادقة على نتائج الانتخابات. جاء ذلك في تعليق للقيادي بكتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، ذلك على التأجيل الثاني للمحكمة الاتحادية لحسم الشكاوى ضد المفوضية ونتائج الانتخابات. كما أضاف كوجر أنه يعتقد بوجود ارتباط بين قرار تأجيل المحكمة لجلستها مرة ثانية والتوافق السياسي المنتظر بين الكتل المختلفة الذي سيكون أساسا للمضي في الإجراءات الدستورية الأخرى. هذا ومن جهتها أكدت كتلة بيارق الخير أن نتائج الانتخابات ستمضي بكل سلبياتها وما شابهها من تلاعب، وذلك من أجل تفادي الانسداد السياسي الشامل. وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي أن الانتخابات خلفت أشكالا كبيرة وحادة في المشهد السياسي العراقي، وأن هناك الكثير من علامات الاستفهام على محاورها، مضيفا أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم وفق نفس الآليات التي تم اعتمادها في تشكيل الحكومة عام 2018، ولكن مع بعض التغييرات. وقد حذر الخالدي من أن الحكومة المقبلة ستواجه صعوبات كبيرة ستؤدي إلى ثورة شعبية تطيح بها بسبب ما شاب الانتخابات من شكوك وتلاعب، كما أن تشكيل حكومة المحاصصة ستقود البلاد إلى معرقلة خطيرة.
هذا وأكد تحالف تقدم والعزم وصولهما إلى قرارات مهمة بعد سلسلة اجتماعات مطولة بين الجانبين. جاء ذلك في بيان مشترك للتحالفين أكد أن مفاوضي الطرفين توصلا إلى أعداد ورقة مطالب موحدة تتضمن رؤيتهما لإدارة القرار بالدولة، وذلك لطرحها خلال الحوارات مع بقية الكتل السياسية. وقال البيان المشترك أنه تم أيضا تشكيل وفدا موحدا للتفاوض مع بقية الشركاء السياسيين، وقد أعرب التحالفان عن تطلعهما إلى تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن وفقا للاستحقاقات الدستورية. هذا وقد علق الإطار التنسيقي على لقائه الموسع مع تحالف العزم مؤكدا أنه وضع الكثير من الحلول والتفاهمات. وقال القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الموسوي أن الاجتماع بين الجانبين أسفر عن تشكيل اللجان المستقبلية بشأن التفاوض مع الأطراف الأخرى لطرح رؤية الإطار والعزم لإدارة الدولة بالمرحلة المقبلة. وقد بين الموسوي أن هناك تفاهمات كبيرة جرت مع تحالف العزم، مشيرا إلى أنه يمثل ثقلا كبيرا في العملية السياسية. وأكد الموسوي أن هناك تحركات ولجان شكلت من الإطار للتفاوض مع جميع الأطراف دون استثناء من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة باستحقاقات المرحلة المقبلة. هذا وقد كشف مصدر مطلع عن وجود حراك لجميع تواقيع داخل تحالف العزم لرفض تجديد الولاية الثانية لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. وقال المصدر أنه تم إبلاغ رئيس التحالف خميس الخنجر بقرار رفض الولاية الثانية للحلبوسي، والتحذير من أي مسار للمضي بهذا الاتجاه سيؤدي إلى انشقاق كبير داخل تحالف العزم، لا سيما مع وجود فيتو رافض للتجديد للحلبوسي من قبل 3 من أهم أقطاب التحالف. هذا ومن المقرر أن يعقد تحالف العزم اجتماعا مهما لتحديد المسار المقبل والانفتاح على بقية القوى الرافضة للتجديد للرئاسات الثلاث. هذا وقد كشف المرشح الفائز عن حركة امتداد داود العيدان عن تفاصيل التحالف الجديد مع حراك الجيل الجديد والكتلة الشيعية المستقلة وعدد من المستقلين. وقال العيدان إن ولادة أول تحالف نيابي معارض داخل البرلمان سيكون نواة للكتل المعارضة للحكومة، ذلك بوقت لاحق، مضيفا إن عدد أعضاء التحالف المعارض الجديد سيكون أكثر من 25 عضوا، وسيكون في سلم أولوياته الوقوف بوجه المحاصصة. هذا في ملف الصراع الكردي على رئاسة الجمهورية. كشف مصدر سياسي عن رسالة جديدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني موجهة إلى الاتحاد الوطني بخصوص مرشح رئاسة الجمهورية. وقال المصدر أن الرسالة تتضمن طرح 2 من المرشحين للاتحاد الوطني يتمتعون بموافقة مبدئية من الحزب الديمقراطي، وتحديدا زعيمه مسعود برزاني لشغل منصب رئاسة الجمهورية.
وقد أضاف المصدر إن المرشحين لرئاسة الجمهورية هما القيادي في الاتحاد الوطني عدنان المفتي ومسؤول الهيئة العاملة في الحزب ملا باختيار، ولن يقبل الديمقراطي بشخصية أخرى للشغل المنصب. هذا وقد أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه يجب حسم ملف رئاسة الجمهورية داخل المكون الكردي، وليس بالضرورة إعطاء هذا المنصب الديمقراطي الكردستاني، بل يجب أن يكون هناك توافقا بين قيادات الحزبين الكرديين، والرئيس مسعود هو من سيحدد المرشح لهذا المنصب. وقد قال القيادي في الحزب الديمقراطي مسعود حيدر أنه لا يمكن حسم رئاسة الجمهورية إلا عبر سلة واحدة، مشيرا إلى أنه لحد الآن لم يتم مناقشة هذا الملف داخل الحزب الديمقراطي، كما أنه من الممكن أن يرشح الاتحاد الوطني أكثر من شخص لرئاسة الجمهورية، ولكن بشرط أن يكون الاختيار بيد رئيس الحزب الديمقراطي مسعود برزاني. هذا ومن جهتها أكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير إن الاتحاد سيحسم الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل. وقال الشيخ دلير إن الاتحاد الوطني الكردستاني لم يطرح غير برهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة، مضيفة إن وسائل الإعلام تداولت اسم عدنان المفتي كمرشح لرئاسة الجمهورية. وأوضحت شيخ دلير أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا بين القيادات الكردية من أجل تحديد المرشح النهائي للاتحاد الوطني لطرحه أمام الأطراف الأخرى كمرشح لرئاسة الجمهورية. هذا وللمزيد من المعلومات حول هذا الملف معنا عبر سكايب عضو كتلة صادقون عائد الهلالي. أهلا بك أستاذ عائد، أهلا بك في استوديوهات وطن. بداية معك أستاذي العزيز، هل تعتقد بصحة مقولة بعض القوى السياسية إن المحكمة الاتحادية أجلت مرة ثانية قرارها بشأن الشكاوى ضد المفوضية وبشأن نتائج الانتخابات؟ جاء لإفساح الوقت أمام عقد تسوية سياسية تسبق المصادقة على النتائج الانتخابية، برأيك لك الحديث؟ شكرا جزيلا، تحياتي لكم. أهلا بك عزيزة ولقناتكم الموقرة، شكرا لحسن الاستضافة، وكذلك تحياتي لجمهوركم الكريم. بالتأكيد احنا تحدثنا عن هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، وقلت شخصيا أن المحكمة الاتحادية سوف لن تكون قادرة على المصادقة على نتائج الانتخابات ما لم يكن هنالك توافق ما بين الكتل السياسية على شكل ونوع الحكومة، على اعتبار أنه المفوضية المحكمة الاتحادية هي تدرك ولديها الكثير من الأدلة التي وضعتها في حرج شديد جدا. هذه الأدلة تثبت بالدليل القاطع أن العملية الانتخابية هي عملية مزورة، وأن هنالك خروقات كبيرة جدا قدمها السيد هادي العامري وأبلغ بها الشركاء السياسيين بأن هذه الأدلة ممكن أن تنسف العملية السياسية أو ممكن أن تلغي نتائج الانتخابات أو ممكن أن تلغي العمليه الانتخابيه برمتها. وكذلك ما قدمه السيد اياد علاوي من 12 شكوى حقيقه قدمها للمحكمه الاتحاديه. هذه اعتقد انه هذا الموضوع سوف لن يجعل المحكمه الاتحاديه قادره على ان تبت في هذه الشكوى ما لم يكن هنالك توافقات سياسيه، على اعتبار انه البت فيها سوف يكون له اضرار خطيره جدا، لربما تذهب بالبلد الى منزله خطير لا سمح الله. طيب أستاذ عائد، بالنسبة للقاءات والحوارات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية كانت مهمة سواء بين الإطار والعزم أو بين تقدم والعزم، هل تعتقد أنها ستفضي إلى تفاهمات تسهل تشكيل الحكومة اليوم؟ سيدتي العزيزة، هذه اللقاءات هي حقيقة بوابة للتفاهمات السياسية التي سوف تشكل بموجبها الحكومة القادمة. الكل يتفق على أن الحكومة القادمة سوف تكون حكومة توافقية لا حكومة أغلبية، وهذا ما ذهبت له الكتلة الكردية وكذلك الأخوة في الكتلة السنية. هم متفقون على تقاسم المناصب الحكومية وإيجاد توازن حكومي، هذا ما قاله الشيخ خميس الخنجر في لقائه إلى الزعيم الحلبوسي في اللقاء الأول، وكذلك في اللقاءات الأخرى، وحتى في اللقاء مع السيد المالكي تحدث الجميع على أن يكون هنالك تفاهمات مشتركه بخصوص اشراك الجميع في العمليه السياسيه، ولا تكون هنالك عمليه سياسيه عرجاء ترتكز على جهه دون
الجهات الأخرى. فالعملية السياسية والتفاهمات واللقاءات الآن هي إعداد مسبق لما سوف تقوله إن شاء الله المحكمة الاتحادية بعد أن تتم الاتفاقات ما بين الأطراف السياسية كافة، ومن ثم الإعاز إلى المحكمة الاتحادية للبت النتائج. طيب كيف ترون الصراع الكردي على رئاسة الجمهورية اليوم؟ يشير إلى أننا سنشهد صراع شديد على ترشيح رئيس الوزراء الجديد. هل تعتقد أن البيت الشيعي سيتمكن من اتخاذ قرار صعب في ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد أيضا؟ حقيقة أنا أعتقد، ولدي معلومة، هذه المعلومة قبل إجراء الانتخابات، أنه المكون الشيعي الأغلب قد اتفق مع الأخوة في الكتلة الكردية على ترشيح الملا بختيار لأن يكون رئيس للجمهورية العراقية. وما يحصل الآن هو حقيقة ضمن جولات التفاوض لرفع سقوف المطالب وبالتالي تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب والمغانم لهذه الجهة أو ذا أو تلك. طيب بالنسبة اليوم كان هناك الإعلان عن تحالف نيابي معارض يضم حركة امتداد وحراك الجيل الجديد والكتلة الشيعية المستقلة أو الشعبية المستقلة، برأيك إلى أي مدى ستنجح هذه التجربة في مهمة المعارضة للحكومة المقبلة؟ حقيقة هذا الشيء مفرح أن يكون لدينا معارضة، ولكن معارضة حقيقية، لكن للأسف الشديد نحن وأنتم على علم مسبق من أن المعارضة سوف لن يكون لها دور فعال، على اعتبار أنه جميع القرارات سوف تمرر أو عن طريق الأغلبية اللي موجودة، الأغلبية الكردية والسنية والشيعية، وتمرر القرارات. وأعتقد أنه لربما سوف يكون هنالك شيء من من دور للمعارضة. أما بالنسبة كمعارضة وكعمل للمعارضة، وأنها ممكن أن تعطل بعض القوانين أو بعض القرارات أو بعض التشريعات اللي تضر بالعملية السياسية أو تضر بالشعب العراقي، فلا أعتقد، هي معارضة بسيطة الآن وناشئة ولن يكون لها دور كبير في العملية السياسية. طيب شكرا لك أستاذ عيدان الهلالي، شكرا على تواجدك معنا، شكرا لك. وإلى الملف الاقتصادي، إذ أعلن البنك المركزي العراقي إعداده دراسة مشروع هيكلي العملة أو هيكلية العملة، فيما حدد الآثار السلبية لإعادة صرف الدولار إلى 1200 دينار. وقال مسؤول في البنك المركزي أنه تم إنجاز دراسة مشروع هيكلية العملة، مبينا أن توقيت تنفيذ المشروع يعتمد على سياسة البنك والظروف السياسية والاقتصادية للبلاد، مضيفا أنه لا توجد نية لدى البنك بإصدار فئات جديدة للعملة، ورفض المصدر خفض سعر صرف الدولار، محذرا مجلس النواب الجديد من إصدار هكذا قرار مشير إلى أنه سيؤدي إلى خروج سعر الصرف في السوق المحلي عن السيطرة وحدوث تقلبات حادة في سعر الصرف الدولار تؤدي إلى الأضرار بمصالح المواطنين والمشاريع، كما سيسبب زعزعة الثقة باستقرار النظام المالي في العراق. شهدت محافظة البصرة وقفة احتجاجية نفذها أصحاب محطات الوقود، وذلك رفضا لارتفاع قيمة الضرائب والغرامات التي تقوم بفرضها شركة توزيع المنتجات النفطية.
المزيد مع مراسلنا علي نعيم. نظم أصحاب محطات الوقود وقفة احتجاجية بالقرب من شركة توزيع المنتجات النفطية، وذلك احتجاجا على الضرائب والغرامات المالية التي تقوم بفرضها شركة التوزيع والشركة الأهلية المتعاقدة معها. شركة توزيع المنتجات النفطية وضعت برنامج رقابي، هذا البرنامج من اجى استبشرنا خيرا به، لكن هو يكافح التهريب واحنا مع هذا البرنامج، لكن البرنامج وضع هو كل 5 أشهر 4 أشهر 3 أشهر يحدث نفسه، بهذا التحديث تصير غرامات علينا، يعني اضرب لك مثال على سبيل المثال، تجي المركبة تتزود بالوقود. ناخذ لها صوره، الموظف اللي عندنا ياخذ صوره لها، من ياخذ صوره يقول برنامج يسمح له بالدخول، بعد فتره 4 أيام او 4 أيام هاي الصوره تجي غرامه عليها انه صوره غير واضحه. انا ارباحي بالدنانير، ربحي باللتر الواحد الغاز 15 دينار، البنزين ربحي به 20 دينار، الضريبه تاخذ من عندنا 10 دنانير على كل لتر، تبقى 10 دينار عليها الاجار، عليها الضريبه، عليها ضمان اجتماعي، عليها العمال، عليها كل يعني هواي اجراءات عليها، وكل هذا وغرامات فارضه عليها وغرامات مظلمه مجحفه. المحتجون من جهتهم طالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لحل هذه المشكله التي ستؤدي مستقبلا الى اغلاق محطات الوقود في المحافظه وتسريح العاملين الذين يرون في هذه المحطات املا في مقاومه الظروف المعيشيه العصيبه. عمي انا صاحب عائله عايش على عيشة هاي وعلى عيشة المحطة، يعني وين أروح؟ أنا صاحب عائلة صار لي هاي عمري قضيتها كلها أشتغل بالمحطات، وين أروح أنا؟ تدخل مو للسيد مصطفى الكاظمي، السيد مقتدى الصدر، السيد محافظ البصرة أسعد العيداني، مو لحل الإشكالات هاي، لأن إحنا أرباح السيارة الوحدة ل 300 لتر هي تربح لها 3000 دينار، تجي لي غرامة عليها 106000، مو احنا مشكلتنا مشكله الرقابه الالكترونيه. محطه على طريق الشعيبه تصرف بالشهر 4 سيارات، يعني بشهر كامل 4 سيارات، ويغرمونها 15 مليون، شنو يعني هاي الدشن؟ شنو مثلا؟ زين يعني من عندنا ونكمل ثلاث شغلات يعني ما بها اي معنى، قاعد يسوون غرامات ويرتبون علينا باشياء ما بها كل معنى. وافاد بعض الاشخاص بان قرار فرض الغرامات والضرائب لم يكن سائدا على جميع المحافظات العراقيه، بل إن هنالك استثناء واضحا لدى أبناء الإقليم، فهل سيستمر الاستهداف للمحافظات الوسطى والجنوبية أم للحكومة رأي آخر؟ الضرائب المالية والغرامات العالية الكلفة سوف تؤدي إلى إغلاق محطات الوقود واتساع دائرة البطالة. علي نعيم لقناة وطن، مدينة البصرة. هذا في ملف المياه. نظمت ممثلية الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية ورشة لإطلاق مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه، ذلك عن طريق الاستشعار عن بعد، وذلك بوزارة الموارد في بيان أن العراق انضم إلى دول المشروع الإقليمي الذي يهدف إلى المساعدة في تطوير القدرة على مراقبة وتحسين إنتاجية المياه والأراضي في الزراعة، مضيفا أن هذا المشروع يعد استجابة للتحديات التي يفرضها تضاؤل موارد المياه العذبة والحاجة إلى استدامة الإنتاج الزراعي لضمان الأمن الغذائي في مواجهة التغييرات المناخية، مشيرا إلى أن الطلب على الموارد المائية يشهد ارتفاعا هائلا في جميع القطاعات الرئيسة، وهو ما يستوجب تغيير وتحسين نمط إدارة المياه وتقليل الاستهلاك المفرط الذي يعرض المنظومات البيئية للتدهور خلال فترات الجفاف. هذا وفي إطار أزمة المياه التي تعيشها البلاد، أكد الأمين العام لاتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة واسط محمد الشريفي أن كثرة الحوادث بين الفلاحين جاءت بسبب أزمة المياه، وقال الشريفي أنه في الفترة الأخيرة كثرت الحوادث الأمنية في المحافظة نتيجة لمشاكل بين المزارعين وقد أدت إلى مقتل عدد منهم، مضيفا أن أسباب ذلك جاءت بسبب شحة المياه، وقد حذر الشريفي من التداعيات الأمنية والاقتصادية لتدهور وضع الفلاح مطالبا بمعالجات حقيقية.
بلاد رافدين تفقد 70% من الأراضي الزراعية بسبب آفة التصحر وتدني كميات الأمطار، ما تسبب بضرر قطاع الزراعة وتفشي ظاهرة نزوح الفلاحين والبحث عن أعمال أخرى. تفاصيل أخرى مع الزميل شيبان سامي. ارتفاع نسبة التصحر إلى 70% من الأراضي الزراعية بسبب انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، كذلك تدني كميات الأمطار خلال هذه السنة. وتقدر إحصاءات الأمم المتحدة إن العراق يفقد نحو 100,000 دونم من الأراضي الصالحة للزراعة سنويا، رغم دعوات لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة لضمان استمرار الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية نتيجة التغيير المناخي على مدى السنوات العشر الماضية، أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالقطاع الزراعي لا سيما في المناطق الريفية الذي أرغبت العديد من الفلاحين الهجرة من مدن الجنوب بحثا عن فرص أخرى في بيئات جديدة ذات مورد مادي، حيث كان القطاع الزراعي لفترة طويلة مصدر العمل الرئيس للقوى العاملة. ولمزيد من المعلومات حول هذا الملف معنا عبر التليجرام أو عبر السكايب عضو الجمعيات الفلاحية أو عضو عادل المختار خبير أمني وزراعي. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بك أستاذ عادل المختار، أهلا بك. نعم أهلا وسهلا. أهلا بك. بداية، إلى أي حد أثرت أزمة المياه على الزراعة اليوم؟ وهل فعلا باتت الأراضي المزروعة أقل من 50% بالنسبة لما قبل سنتين؟ شكرا جزيلا لحضرتكم على هذا الموضوع المهم جدا والحيوي. تعرفون اليوم نمر بأزمة احتباس حراري، ومؤتمر كوب 26 لعقد في غلاسكو في إنجلترا حذر أنه العراق راح يكون آخر أكبر خامس دولة متضررة بالعالم نتيجة الجفاف. اليوم نتيجة شحة المياه أثر على القطاع الزراعي بشكل كبير. نشوف الجاموس، الأهوار كلها أصبحت في وضع مأساوي. أيضا تقليص المساحات الزراعية إلى 1.5 مليون دونم، حقيقة هذا تخفيض كبير وناتج لأن إمكانيات أو الإمدادات المائية قليلة أو الخزين الاستراتيجي أصبح قليل بهذه الظروف المربيهة. انعكس اليوم القطاع الزراعي، العراقيين يمتهنون القطاع الزراعي 60% من الشعب. هناك بطالة كبيرة لأن أكثر الفلاحين ما راح يقدرون يزرعون بهذه السنين، خصوصا هاي السنة والجفاف الصيف اللي متوقع راح يكون أكبر تأثيرا من الشتاء لأن المناسيب بالانخفاض. التأثيرات كبيرة، زيادة التلوث، زيادة الملوحة، هذه كلها تأثر على المحافظات الوسط والجنوب أيضا. نعم. طيب أستاذ عادل، هناك حديث عن وجود خلافات بين الفلاحين بسبب حصص المياه، ما تسبب بحوادث وصدامات أحيانا بين الفلاحين في واسط، كيف تعلقون على ذلك؟ نعم، حقيقة هي هاي المشكلة اللي نعاني منها، تخفيض المساحات نتيجة لكميات مياه، فلذلك الناس تتجاوز على الحصص من أجل أن تمارس الزراعة. هو هذا اللي أقوله أنا، يجب إعادة النظر بالسياسة الزراعية، لأن أنت تستخدم منظومات ري قديمة، الري بالسيح، وهذه من زمان تركها العالم كله. هذا شنو معناه؟ معناه أنت تستخدم كميات مياه أكثر من الطبيعي، فلذلك ده تصير عندنا الحالة الضرر الكبير. بعدين انت برنامج العمل اللي تشتغله انه تشتري الحنطة المنتج من الفلاحين بأسعار عالية، فهذا يؤدي الى تسابق المزارعين من اجل الزراعة، وكذلك التجاوز على حصص المياه حتى ياخذون اكبر كميات مياه من اجل الزراعة. هذه كلها يجب أن تخلص إذا أعدنا النظر بالسياسة الزراعية. على سبيل المثال بالأرقام أنطي لحضرتك، كل مليون دونم حنطة ممكن تزرعها تستخدم 4 مليار متر مكعب
من المياه. إذا مليونين يعني 8 مليارات متر مكعب. إذا استخدمت الري الحديد راح تفرق لك بحدود 5 مليار، يعني أنت ممكن تضاعف مرتين المساحات المزروعة، وهنا هذا العمل يكون صحيح ويمنع التجاوزات ويكون شغل مرتب ومنظم. نفس الوقت إنتاجية الدونم، حقيقة إنتاجية الدونم ضعيفة، نص طن بالدونم، وهذا يعتبر هدر بالنسبة للمياه، لأن أنت المعدل العام في كل دول الجوار طنين بالدونم، أنت من تنتج نص معناها هذا خسارة للمياه. هذه كلها محددات يجب أن تعمل على رفعها حتى تنهض بالواقع الزراعي وتتجاوز أزمة الجفاف اللي يمر بها العراق للسنة الثانية على التوالي. نعم. طيب أستاذ عادل، بحسب رأيك ورؤيتك أصلاً ودراستك للموضوع، الري الحديد كيف ممكن أن توجه الحكومة حسب قلبك؟ شكراً جزيلاً لحضرتك على هذا السؤال، على هذا السؤال المهم جداً. نعم. شلون نستخدم الري الحديد؟ حقيقة أكو شركة النعمان العراقية تابعة لوزارة الصناعة، شغلها تسوي منظومات الري بالتنقيط. فراح نعطيك مثل بالأرقام. اليوم البستنة نحتاج 3 مليارات متر مكعب لسقي البساتين. لو حولنا هذا النظام كله إلى الري الحديث أو الري بالتنقيط، ما معناه راح نفرق 2 مليار متر مكعب. إذن العراقية شركة النعمان شركة عراقية تابعة لوزارة الصناعة، راح تقولي الفلوس شلون بدل أن تبنين سد مكحول بثلاث مليارات تاخذين هذه، لان ماكو بعد ايرادات، ما نحتاج للسدود اقلها في هاي السنين القادمه. هذه 3 مليارات تحولها الى منظومات ري حديث بالتنقيط، معناه انت بس من سقي البساتين فرقت 2 مليار. هذه الفروقات هي اللي احنا نحتاجها، لان حقيقه اليوم الشحه المائيه كبيره. سابقا كنا نزرع بايام البحبوحه المائيه كنا نصرف سنوياً 25 مليار متر مكعب. حقيقة هذه أرقام بعد ما موجودة، فلذلك يجب تقليل الكميات المياه تستخدمها إلى النصف، يعني 12 مليار. شلون تفرقيها؟ هي هاي تحديث منظومات الري الحديث، تقليل المساحات المزروعة، زيادة غلة الدونم. يعني على سبيل المثال أنت بالخطة راح نعطيك 2 مليون دونم تزرع حنطة. لو من المعدل العام مثل دول الجوار الدونم ينتج طنين، ما معناه أنت إنتاجك راح يكون 4 مليون طن، وهذا هو الاكتفاء ذاتي. لكن أنت تنتج طيب نص طن بالدونم. أستاذ عادل، أستاذ عادل، كيف يترك الحكومة اليوم؟ أكيد في دراية في هذا الموضوع، وأنت الأعرف أنه الفلاح ينتج هكذا كمية من الحنطة في هكذا مساحة، لما لم يوجهها لحد الآن؟ يعني أين كانت مغيبة من هذا كله؟ حقيقة يعني لا زالت القطاع الزراعي يعمل بالأسلوب القديم أيام زمان من الخمسينات والستينات، الري السيحي، حتى الآلات عندنا نقص، نوعيات البذور اللي موجودة عليها إشكالية صار 10 سنين تقريبا ما محدثة. هذه كلها أمور يعني ما معناه هناك اهمال للقطاع الزراعي، ماكو برامج عمل لتطويرها. من 2017 اني احذر بموضوع يجب اعاده النظر بالسياسه الزراعيه على اساس الشحه المائيه. من 2017 احنا نحذر اكو شحه مائيه، لكن لحد هذه اللحظه والحد اللي دا اتكلم به ويا حضرتك ماكو شيء ما عدا قرار واحد مجلس الوزراء أوعز بثلاث مليارات إلى وزارة الموارد المائية لإخراج الخزين الموجود في الثرثار. هناك خزين ميت بالثرثار يكون في قعر البحيرة، فراح ينصبون ماطورات حتى يسحبوا هذا الخزين، يقدر 15 إلى 20 مليار. هذا ما معناه هذا الخزين وحده ممكن يمشينا سنة كاملة نعبر الجفاف بها. هذه كلها سياسات، لكن لحد الآن ما شفنا شيء يذكر لاحتياطات للحد من أزمة الجفاف اللي حذر العالم كله. العراق راح يكون خامس أضخم دولة متضررة بالجفاف. نعم. طيب شكرا لك أستاذ عادل المختار، شكرا لتواجدك معنا، شكرا لك.
هذه عودة لكم، إذ أغلق خريجو المعاهد الفنية مقر محافظة ديالى، وذلك خلال الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أيام. هذا وقد بدأ خريجو المعاهد الفنية في ديالى اعتصاما مستمرا أمام مقر المحافظة، وذلك بعد مرور عدة أيام على تظاهراتهم التي طالبوا خلالها بتعيينهم في دوائر الدولة، وحذروا مشاركون في الاعتصام من التصعيد في حال لم يتم تلبية مطالبهم. هذا في المحافظات الشمالية، تظاهر موظفو وأساتذة جامعة رابرين لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على تأخير صرف الرواتب. وقال موظفون في جامعة رابرين إن الكوادر الإدارية والتعليمية تتظاهر منذ 4 أيام أمام مبنى رئاسة جامعة رابرين المطالبة بصرف الرواتب الشهرية المتأخرة منذ أكثر من شهر ونصف، وذلك تسيير أمور الترفيعات والعلاوات وصرف المخصصات المستقطعة منهم بحجة الأزمة المالية. كما أكد المحتجون استمرارهم بالاعتصام لحين استجابة السلطات المحلية في كردستان لمطالبهم. هذا وقد كشف مجلس محافظة السليمانية عن قيام وكلاء المواد الغذائية والطحين في محافظة السليمانية وحليجة وإدارتي كرميان ورابرين باستحصال مبالغ إضافية من المواطنين. وقد قال كاسترو معروف عضو مجلس محافظة السليمانية إن المبالغ الإضافية التي يستحصلها وكلاء المواد الغذائية من المواطنين تصل إلى 1 مليار دينار شهريا، وأن الإدعاء العام والمحافظ لم يتخذ أي إجراءات رغم إبلاغه من قبل مجلس المحافظة. هذا وفي ميسان، جدد العشرات من المتعاقدين بشبكات كهرباء الجنوب الشرقي تظاهراتهم أمام مبنى شركة توزيع كهرباء المحافظة. هذا وطالب المتظاهرين الجهات المعنية بالعودة إلى السلم القديم أو السلم القديم لأجورهم وشمولهم بالعقود الوزارية، فضلا عن استلام رواتبهم بالموعد المحدد دون تأخير. كما حذر المتظاهرون من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمر تهميش مطالبهم وقد تصل إلى الإضراب عن العمل. وفي العاصمة بغداد، تظاهر العشرات من الخريجين مطالبين بحقوقهم في إيجاد فرص للعمل. وبحسب الفيديوهات التي حصلت عليها قناة وطن، فإن قوات الشغب قامت بإغلاق الطريق أمام المتظاهرين ومنعتهم من الاستمرار بالتظاهرات. هذا وإلى البصرة، إذ هناك إجراءات غريبة للمحافظة، حيث يتم إهمال سوق مركزي ومنظم يحتوي مئات المحال التجارية في منطقة تحوي على خدمات كاملة، ويتم العودة إلى السوق القديم المزدحم رغم فقدانه للخدمات. سوق مركزي منظم يحتوي على 450 محلا ومكانا خاصا للبسطات الصغيرة، بالإضافة إلى مرآبا خاصا للمركبات والتكاتك والدراجات الهوائية، وذلك على مسافة قريبة من هذا السوق. واستبشر به الآخري خيرا لفك الازدحامات التي تحدث في السوق القديم ووقوف المركبات في الأماكن غير المناسبة، ولكن سرعان ما عادت الأوضاع إلى ما كانت عليه في قضاء الهارثة، تحديدا منطقة حي الرسالة. بالنسبة إلى سوق الهارثة النموذجي المصمم ضمن التصاميم الأساسية للمحافظة وللقرية المقامية مثبت، لكن الإدارة المحلية في الهارثة غير قادرة على نقل هذا السوق، وعتها حجج واهية قامت باستحداث سوق بديل عن هذا السوق، بينما هذا ضمن التصميم الأساس للمحافظة والتصميم الأساس لقيم مقامية الهارثة. لا نعرف الأسباب شنو. أول شيء السوق قريب إلى الشارع العام، بالإضافة إلى وجود مرآب للجراج السيارات لنقل كل المناطق محاذي للسوق، لكن لا نعرف شنو الأسباب. قيم مقام يقول أنا بالنسبة لي ما أعترف بالأوامر الصادرة من المحافظة. هذا بالنسبة جراج وهذا سوق، نطالب الهيئة، نطالب حكومة البصرة، ليش ما ينقلون الجراج من على الشارع يجيبون اللي هنا؟ ليش مخلين الشارع مزدحم بهاي الأوضاع التعبانة؟ وهذا السوق قريب على وهذا السوق متوسط منطقة الهارثة كلها، متوسط اللطيف، متوسط الحي الرسالة، متوسط للماجدية، متوسط للطاقة، يعني سوق متوسط
نص المناطق. مستثمر هذا السوق قد أكد وبالدليل أن قائم مقام الهارثة لم يقوم بتطبيق الأوامر الصادرة من محافظ البصرة في أن يكون هذا المكان هو السوق المركزي لأبناء القضاء، والأهالي بدورهم ناشدوا محافظ البصرة لحل أزمة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن. ومنطقة وسطية تلم الهارثة كلها، ماكو بعيدة، يطلع من السوق يدخل على الجراج يصعد ويروح، لا ازدحام ولا أجيب ولا أخذ. ليش قيم مقام ما جاي ينفذ أوامر المحافظة؟ ليش ما ينفذ أوامر القيش اسمه العمليات؟ ليش العمليات جاي يوصلها كتاب ويجي وبالعمليات يقول القيم مقام ما توفر لي قطاع أمني حتى ترفع التجاوز؟ احنا نريد نعرف هاي الأسباب من وراها. نطالب السيد المحافظ يتدخل بقضية الجراج والازدحامات مالتنا. هاي الجراج تشوفون الجراج صار له من زمن النظام الطاغي القديم، سووا جراج وعلى أساس الدور ندور سوقنا هنا رجع لنا، كسر حاليا استحدثوا وبنوا وكملوا يعني جراج كامل مكمل وما نعرف شنو القضيه. زين هسه الازدحامات حذر الجسير والجراجات حذر الجسير، هنا عندنا جراج موجود وعندنا محلات موجوده، نطالب من سيد المحافظ يشوف القضيه شنو معناها. يعني هنا يعني اهم يراد له التطور، يعني دائما نظل احنا يعني شنو على الشارع ولحد الان على الشارع، سوق موجود. فيما أشار آخرون بأن إعطاء الموافقات للمستثمر في بناء هذا السوق ومن ثم العزوف عن هذا الأمر هو المسرحية الكوميدية التي لم تعرض لغاية الآن. علي نعيم لقناة وطن، مدينة البصرة. هذا وفي ظل الفساد المستشري في محافظة بابل تعيش مدينة القاسم في حالة يرثى لها من غياب للخدمات، حيث تحول نهر القاسم إلى مكب للنفايات. كاد شخص من أهالي مدينة القاسم إلا وارتبطت ذكرياته بهذا النهر، حينها كان جار بمياه عذبة، لكن النفايات والمياه الأسنة عكرت صفوة تلك الذكريات، فالنهر بشكله الحالي شوه وجه المدينة وصار مكبا للنفايات ومصدرا للتلوث البيئي، والأهالي يناشدون الحكومة المحلية لكن دون جدوى. هذا الجدول يبعد عن الإمام 50 متر، بعد 15 يوم وفاة الإمام القاسم ابن الإمام الكاظم وأخ الإمام رضا وأخ السيدة معصومة، وهذا حال الجدول. يعني تجي زوار من النجف، من الكاظمية، من الناصرية، من الكوت، من أنحاء العراق تجي زوار. هذا الجدول يطول يومين بالأسبوع، هذا البور هو سببها، كل هذا البور مع الموارد المائية. يعني البور هذا إذا يجي يومين هذا كله الزبالة كلها تروح. يعني ناشد مسؤولين، ناشد محافظ بابل، قيم مقام، أهالي القاسم الخيرين، يعني أعضاء البرلمان الجدد، يعني سووا لنا حل هذه الصورة. السبب يعني السبب مو بس بالحكومة، المواطن هم قاعد يذب هنا زبالة. يعني شوف هاي كراتين موز، هاي كراتين شيبس كلها يعني. والآن ماكو هيك، احنا أغلبنا شباب جاي نتكاتف بس مو جاي يكاتفوني أنا، ماكو هيك. عندنا نواب صدر جددينهم. يلا خلينا نقول لهم مو نايمين والله نايمين بالبيت. هذا حالنا، هذا حالنا. هذا حال الشعب العراقي. عايشين بالوساخة والله، والله اغلبنا خريجين وجايين نتكاتف على مود الامام القاسم. يعني احنا شباب جايين نتكاتف على مود الامام القاسم والنواب نابين مالهم، لا حكومه ولا لا مجلس بلدي، ماكو ما حد ينظر لنا، لو احنا ننظف لو ما حد ينظف. ها قدامه جاي نشوف الجدول قدامه خايس. يعني هو هذا منظر ولايه مدخل الامام القاسم؟ هذا والله عيب عليكم، والحسين عيب عليكم. هي الغلط غلط المواطن بالباب الاول زين، وبعدين تعبرنا على الحكومه. هسه من تجي لها مجاري صحيات، هاي شوفها قدام عينك كلها مفتوحه عليها، صحيات داخليه وخارجيه كلها عليها. الاجراءات الحكومه المحليه كل فتره اجت فتحت الماي، دفعت شويه الوساخه تدلل هناك. اكو منطقه عندنا سحوله جربوع العفو ال براذل، يوم ال براذل متكون من النفايات كلها لا اكثر ولا اقل. الحكومه تجيب الكرانات تنظف وتروح، الماي تفتحه والسده بس التنظيف، مو نقول لك الزراعه ما زراعه، الزراعه انقطعت عندنا بالذات مدينه بابل، محافظه بابل، مدينة القاسم انقطعت الزراعة، كل زراعة ماكو. زين بسبب همات سبب الحكومة وسبب الأهالي. الأصعب في الأمر أن النهر يمر بالقرب من ضريح القاسم عليه السلام الذي يستقطب الزوار من مختلف محافظات العراق، فضلا عن زوار من دول إسلامية مختلفة. الإدارة المحلية في مدينة القاسم حملت المواطن رمي النفايات في النهر، وأكدت أن إلقاء العديد من القوانين التي كانت تعطي لرؤساء الوحدات الإدارية صلاحيات واسعة في العمل تسببت بتراكم المشاكل في عموم المناطق. نرحب بقناة WTV لتسليط الضوء على الوضع الخدمي في قضاء القاسم. أهلا وسهلا بكم، نص ناسكم وأهلكم.
حقيقة موضوع رمي النفايات في جدول القاسم وسؤالك لماذا، الإجابة على هذا السؤال هناك عدة مشاكل يعاني من عدها الجانب الإداري، وأهمها التي سببت الفوضى في أغلب الأمور التنظيمية هو إلغاء صلاحيات الوحدات الإدارية بعد صدور دستور عام 2005 اللي هي أمور تنظيمية ما يقارب 40 قانون. أما بخصوص رمي النفايات حقيقة المواطن يتحمل الجزء الأكبر من هذا الأمر، كون مدينة القاسم من المدن المقدسة المهمة التي يمر بها نهرين شبه عراق مصغر كنهر الفرات ودجلة، ولكن هذين النهرين يعانن من رمي النفايات وكثرة رميهن التجاوز عليها المستمر. احنا كدورنا كحكومة محلية نقوم بتطهير وتنظيف هذه الجدولين بآليات البلدية ودائرة الموارد المائية، لكن دون جدوى كون النفايات تعود بعد فترة قليلة. ويؤكد مختصون في مجال البيئة أن النهر بشكله الحالي يمثل واحدا من مصادر التلوث البيئي بسبب ما يرمى فيه من نفايات المنازل ومحل القصابة والمطاعم. من مدينة الحلة علياس، قناة وطن الفضائية. وفي الملف الأمني، أعلنت خلية الإعلام الأمني إحباط وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية لعملية تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة بدون وقوع إصابات بشرية أو مادية. وقد ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت بالتعاون مع مديرية شرطة المثنى وأثناء المسح الميداني من إحباط تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة في قاطع محافظتي المثنى عن طريق وضع عبوة ناسفة معدل التفجير بالقرب من الأنبوب الغازي. وقد أضاف البيان أنه تم استدعاء خبير المتفجرات في شرطة المثنى لتفكيك العبوة وإبطال مفعولها بدون خسائر بشرية أو مادية. نفت قيادة قوات الشرطة الاتحادية الأنباء التي تحدثت عن فقدان مقاتلين اثنين تمتعهم إجازتهم ووجود جثتهم في مستشفى كركوك. وذكرت القيادة في بيان أنها تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر فقدان حافلة تقل مقاتلين اثنين نزولهم للإجازة والادعاء بوجود جثتهم في مستشفى كركوك، داعية مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر والدقة في نشر الأخبار. وأضاف البيان أنه سيتم ملاحقة كل من يحاول تضليل الرأي العام بنشر الأخبار الكاذبة والإساءة للقوات الأمنية. هذا وقد أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق عمليتين أمنيتين في محافظتي ديالى وكركوك. وذكر بيان للخلية إن قيادة عمليات ديالى ومن خلال الفرقة الأولى ومديرية شرطة ديالى شرعت بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية. وفي سياق متصل ذكرت الخلية أنه يهدف بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، شرعت قطاعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطاعات المحلية بها بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية. هذا كما أعلنت هيئة الحشد الشعبية الشروع بعملية أمنية في ناحية يثرب بصلاح الدين. وذكرت الهيئة في بيان إن قوة من اللواء 41 في الحشد الشعبي والقوات الأمنية شرعت بعملية تفتيش وتطهير لعدد من المناطق والقرى المحاذية لضفاف نهر دجلة، مضيفة أن العملية تهدف لملاحقة فلول داعش في تلك المنطقة وإدامة زخم الأمن فيها. ونختم نشرتنا من النجف الأشرف، حيث روت الطفلة المصابة بسرطان الدم جنات عماد تفاصيل لقائها بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله. أمنيتي أن أشوف سيد علي السيستاني
وأشكر منه. كانت أمنيتي أن أشوف سيد علي سيستاني، واليوم قابلته وشفته وشكرت منه. قلت له أنا أشكر منك على هاي المبادرة الحلوة لأنك سويت هاي المستشفى، وهاي المستشفى تعالجني مجاني، والناس الطيبين اللي يشتغلون بهاي المستشفى ربي يحفظهم ويطول أعمارهم. أنا من قعدت شوية سيد علي سيستاني حسيت ألم جسمي كله راح، وأنا كانت بطني تأذيني، لكن بس دخلت للسيد راح الوجع كله اختفى. يعني حسيت نفسي انه انا خلاص طبت، يعني ما احتاج اي علاج، لان حسيت نفسي طبت. اي الم هاي صارت عندي طاقة، لان شفت انسان مميز، لان شفت انسان مميز. كض راسي وقال يا الله شافيه. قال لي تبرش نفس بنتي. أنا أشكر جميع الناس الدعالي أنا والأطفال الباقيين المصابين. أشكر من عبد المهدي الكربلائي هواي، لأنه حقق منيتي، لأن هاي منيتي من كنت صغيرة أتمنى أن أشوفه. وقلت لأهلي علي، قلت لهم أن أنا منيتي أشوف سيد علي السيستاني، يعني ألحانيهم وشكرا إله هواي هواي لأنه حقق هاي منيتي. والله العظيم كانت منيتي أن أشوف سيد علي السيستاني وتحققت. إن شاء الله راح نتغلب على هذا المرض ونطلع بالسلامة لبيوتنا. هذا ختام للنشرة مشاهدينا، والتذكير بأهم العناوين. مع الانتظار لقرار المحكمة الاتحادية، القوى السياسية ترجح تمرير نتائج الانتخابات لإنهاء أزمة الانسداد السياسي. مع استمرار الحوارات، اتفاق بين تحالفي تقدم والعزم لتوحيد المطالب والفريق المحاور، وانقسام كردي على رئاسة الجمهورية. مع اقتراب نهاية عمر الحكومة الحالية، البنك المركزي يوصي بعدم خفض سعر الدولار ويحذر من تداعيات خطيرة. مع تلكؤ الحلول، العراق يدخل في عمق أزمة المياه، والفلاحون يعيشون ظروفا صعبة وصراعا عليها. شكرا للمتابعة، وإلى لقاء آخر.